هذا هو ركن الجمعية الصيدلية السعودية في معرض مؤتمر دوفات، معرض ومؤتمر دوفات الدولي. تشارك الجمعية بمعرض في المعرض وتشارك في قاعاتها ببرنامج علمي مميز استقطب الكثير من الحضور والمهتمين. هذه هي السنة الثالثة التي تشارك فيها الجمعية بقاعات وفرتها إدارة مؤتمر دوفات، وفرتها مشكورة للجمعية الصيدلية السعودية ببرنامج خاص بالجمعية الصيدلية السعودية بقاعات مستقلة. هذه المشاركة أشارك شخصيا للمرة للسنة 11 في معرض ومؤتمر دوفات، ألحظ التطور سنويا. ما شاء الله المعرض هذه السنة أكبر وأكثر تطورا، وشركات أكثر، بوسترات أكثر، جامعات موجودة. أكيد ألمس الفارق سنة عن سنة، هناك المزيد من التطور، هناك الكثير من المتحدثين من مختلف أقطار العالم. يسر الجمعية الصيدلية السعودية ونادي صيادلة الأحساء أن يكون جزء فعال من هذا الكرنفال. حقيقة أنه يعني لفخر وشرف، والمشاركون من سبيكرز، من متحدثين ومن عارضين يشعرون بالسعادة لكونهم جزء من هذا الكرنفال.